نتيجة لاقتراب منخفض جوي جديد بشمال شبه الجزيرة الإيبيرية، فهناك أمطار تهم خصوصا مناطق طنجة، السهول المتوازنة شمال جديدة، الواجهة المتوسطية، مناطق سايس الأطلس الكبير والمتوسط والريف، ستهم بعض الأمطار الضعيفة مناطق الوسطى وقد تصل إلى مناطق سوس والمناطق الشرقية للبلاد، حتى بعد القطرات المطرية ستهم شمال أقاليمنا الجنوبية. يرتقب بحول الله أن هما تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، خصوصا المناطق التي تتجاوز 1700 متر مع هبات الرياح قوية، ستهم المناطق الشمالية، المناطق الوسطى للبلاد، الواجهة المتوسطية، مناطق الأطلس، وكذلك السفوح الجنوبية الشرقية. يوم الأحد بحول الله ستبقى بعض الأمطار بين الفينة والأخرى في المناطق الشمالية الغربية للبلاد، مناطق الأطلس الريف والمناطق الشرقية، كذلك مع بعض الزخات المتفرقة بالمناطق الوسطى للبلاد إلى شمال أقاليمنا الجنوبية. هذا ويرتقب كذلك أنتهم بعد تساقطات ثلجية كذلك يوم الأحد مناطق الأطلس الكبير والمتوسط مع انخفاض في درجات الحرارة.